السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي الطلبة، أخباركم وأحوالكم؟ كيف صحتكم ورمضان وإياكم والأونلاين والدراسة والمراجعة؟ شدوا الحيل وراجعوا دروسكم أول بأول، الامتحانات على الأبواب إن شاء الله، ربنا يوفقكم. فما في مشكلة. أول شيء بالنسبة للاختبار القصير، أنا هرفع مجموعة اختبارات تحلوها، فإذا حليت مجموعة الاختبارات اللي بتصفكم عادي، بعد كده ممكن الاختبار اللي يجيك عادي ممكن تحل فيه 5 دقائق وترفعه ويكون إجابتك 100%. لكن إذا ما حليت الامتحانات اللي بتترفع لك، معناه أنت ما حتجاوب إجابة صحيحة. يعني كل الامتحانات مطابقة لبعض، فيها تغييرات كثيرة جدا. يعني ما أنا بعرف ما الامتحانات اللي برفع لك دي معناها واحد منها، لكن كلهم مشابهات لبعض. انت اذا حفظت كل التطبيقات بتاعت الرياضيات عادي تحل اي سؤال. فبمشيئته تعالى حيكون الاختبار في الايام القادمة ان شاء الله، بحدد لكم اليوم والدروس ان شاء الله اللي داخلة في الاختبار. طيب بسم الله نبدأ. مين شاطر يقول حصتنا السابقة كانت ايه وحندرس اليوم ايه؟ عندنا درسنا تشابه المساحات، هنبتدي نشوف درسنا اليوم تشابه المجسمات، اللي هي عارفين ان احنا هناك درسنا في الاشكال ثنائية الابعاد اللي بيكون عندها ايه بعدان طول وعرض، وبتكون الاشكال مستوية. اما المجسمات بتكون عندها 3 ابعاد طول وعرض وارتفاع، منها متوازي المستطيلات والهرم المجسمات اللي درسناها والمكعب، وهذه أمثلة للمجسمات اللي يكون عليها 3 أبعاد. فاليوم درسنا الحجوم، حجوم المجسمات ومساحاتها السطحية. بسم الله نبدأ. أول شيء نشوف معايير النجاح. معايير النجاح دي الحاجة اللي أنت بتحققها بعد ما خلصت الدرس، يعني ملخصك للدرس هنا بيكون في معايير النجاح، اللي هي يعني تستطيع أنك تحل مسائل تتضمن حساب المساحات السطحية في مجسمات هندسية ثلاثية الأبعاد متشابهة. ثلاثية الأبعاد زي ما ذكرت أنها طول وعرض وارتفاع، ولها 3 أبعاد. 2، تحل مسائل تتضمن حساب الحجوم لمجسمات هندسية ثلاثية الأبعاد ربما تكون متشابهة. 3، تستخدم العلاقة بين معامل تشابه الحجوم ومعامل تشابه الأطوال لإيجاد قيم المجهول. دي الأشياء الثلاثة والنتائج اللي أنت بتطلع بها وبتحققها، يعني تعتبر لك مقياس للنجاح ومعايير للنجاح. طيب عندنا التعلم القبلي زي ما حددنا، أولا بنبتدي به المستطيل ألف باء جيم دال مشابه للمستطيل هاء وزاء حاء، والنسبة بين أطوال أضلاعهما تساوي 8 إلى 9. نحن عرفنا المعامل بتاع أطوال الأضلاع. إذا حبينا نجيب معامل المساحات بنعمل إيه؟ بنربع طول الضلع المستطيل الأول وطول ضلع المستطيل الثاني. فأنا محتاجة واحد فيكم يعطينا الإجابة، هل الإجابة 16 إلى 18 أم 16 إلى 9 أم 32 إلى 81 أم 64 إلى 81؟ مين شاطر مين شاطر يعطينا الإجابة؟ مين؟ أحمد يوسف. أحمد يوسف، ها الإجابة. طيب نربع 8 في 8 64 و9 في 9 81، إذا إجابتنا 64 إلى 81. واضح؟ طيب نشوف التمهيد. نحن زي ما عرفنا أنه المجسم الشكل يتكون ثلاثي الأبعاد، اللي هو مثلا عندنا الأمامنا ده بنسميه يا أحمد حمد بنسميه إيه؟ هذه مكعبات صح؟ اللي هو فيها طول وعرض وارتفاع. طيب عندنا المجسم ألف، مجسم باء، والمجسم جيم، عبارة عن مكعبات. طيب مين شاطر يذكر يعرب المكعب ألف كم طول الضلع؟ طول ضلعه كم؟ طول ضلعه يعني عد المربعات اللي فيه كم طول ضلعه؟ ها 2 صحيح. نمشي المكعب باء. المكعب باء طول ضلعه اللي هو نحسبه الحساب 1 2 3 4. طيب إذا طول ضلع المكعب باء
أربعة، واضح؟ المكعب جيم. نعد المربعات اللي هنا، نشوف طول الضلع كم يا عبد الملك. طول الضلع عد المربعات اللي عندك هنا كم، اللي هو نشوفه كم، هيعطينا 10. هذا بالنسبة لطول الضلع. طيب لو سألت سؤال، حجم المكعب بيساوي إيه؟ حجم المكعب درسناه سابقا، معروف. هاي عبد الله، طاطا كعيبة، اللي هي طول الضلع ضرب طول الضلع ضرب طول الضلع، يعني الضلع نضربه في 3 مرات يعطينا حجم المكعب. طيب نشوف حجم الأول، ها مين شاطر؟ هيكون 2 تكعيب، صحيح؟ 2 ضرب 2 ضرب 2، الإجابة يا سيف السعيدي. طيب 8. نمشي للمكعب الثاني، اللي هو ب طول ضلعه 4، حجمه هيكون 4 تكعيب، اللي هي 4 ضرب 4 ضرب 4. سيف البريكي، كم الإجابة؟ اللي هي 64. نمشي للمكعب جيم، هذا اللي طول ضلعه 10، محمد يوسف، اللي هو عندنا 10 تكعيب، 10 ضرب 10 ضرب 10، كم الإجابة؟ 1000. وانتم بسمح لكم بالآلة الحاسبة، يعني ممكن بسرعة الإنسان يحصل على الناتج، وإن كان هذه أشياء أساسية المفروض تكونوا حافظينها. نرجع لسؤالنا، معامل تشابه الأطوال للمكعبين ألف وباء. معامل التشابه للمكعبين ألف وباء، هذا ألف كم؟ 2، وهذا 4، معناه 2 إلى 4، ودايما بنضعها في أبسط صورة. طيب نشوف، وضحت 2 إلى 4 في أبسط صورة. طبعا العامل المشترك الأكبر للاثنين والأربعة هو 2، تقسيم 2 1، وأربعة تقسيم 2 2. وضحت، ده معامل تشابه الأطوال للمكعبين. طيب نشوف، نمشي إلى سؤالنا الثاني، من يقرأ السؤال؟ ها طيب المعتصم، النسبة بين حجم المكعب ألف إلى المكعب باء. حجم المكعب ألف إلى باء، هو ده الجهزات عندنا، ده المكعب ألف وده باء، معناه 8 إلى 64. طيب في أبسط صورة نقسم على 8، العامل المشترك الأكبر على 8، اللي يعطينا 1 إلى 8. طيب هل توجد علاقة بين معامل تشابه أطوال والأطوال والنسبة بين الحجمين، يعني معامل تشابه الحجوم في علاقة بينهم؟ طيب أخذ هنا 1 إلى 2، 1 إلى 8. طيب لو لاحظت للضلع تقعيب 2 ضرب 2 ضرب 2 بيعطينا كم؟ 8، يعطينا كم؟ 8. إذا نشوف العلاقة، اللي هي النسبة بين حجم المكعبين يساوي مكعب معامل تشابه الأطوال، مكعب معامل تشابه الأطوال، النسبة بين حجم المكعبين تساوي مكعب معامل تشابه الأطوال. نشوف اللي هنا، هذه 2، هذه 8، صح؟ أو نشوف هنا النسبة بين حجم المكعبين، مكعب معامل تشابه الأطوال. طيب مكعب الأول كم؟ 8، مكعب الثاني كم؟ 64، صح؟ مكعب الأول 2، معناه في أبسط صورة دي الأضلاع 2 إلى 4. طيب نجي إلى النسبة بين حجم المكعبين يساوي مكعب معامل تشابه الأطوال، مكعب معامل تشابه الأطوال، يعني الأطوال نشوفها بعد ذلك نعملها تقعيب. طيب تحضير الحجم، نشوف النتيجة اللي حنطلع بيها. طيب نطلع بنتيجة معامل تشابه المساحات، ومن قبل درسناها المساحة دايما تربيع والحجم دايما تقعيب، إذا درسنا من قبل معامل تشابه المساحات بيساوي معامل تشابه الأطوال تربيع، معامل تشابه الأطوال تربيع، يعني مساحة على مساحة بيساوي طول الضلع تربيع على طول الضلع تربيع. طيب نشوف معامل تشابه الحجوم، الحجوم طبعا بالتقعيب دايما، اللي هي معامل تشابه الأطوال تقعيب، معامل تشابه الحجوم يساوي معامل تشابه الأطوال تقعيب، يعني هنا حجم مكعب على حجم مكعب بيساوي لنا طول الضلع تقعيب على طول الضلع تقعيب. طيب نمشي نشوف مثال، إذا علمت أن المكعبين ألف وباء متشابهان، وأن طول ضلع المكعب ألف يساوي 20 سنتيمتر، وطول ضلع المكعب باء 5 سنتيمتر، فأوجد معامل تشابه ألف إلى باء يساوي ألف إلى باء. ألف إلى باء 20، ده أضلاع 20 إلى 5،
نضعها في أبسط صورة، نقسم على 5 على 5. طيب نشوف الإجابة أهو، 20 إلى 5 طول ضلع إلى طول ضلع، لاحظ طول ضلع إلى طول ضلع، 20 إلى 5 بالساوي في أبسط صورة نقسم على 5، تحطينا 4 نقسم على 5 تحطينا 1، لازم أضعها في أبسط صورة. طيب النسبة بين مساحتيهما السطحية تساوي، النسبة بين مساحتيهما السطحية تساوي، طيب النسبة دائما هي قلنا معامل تشابه الضلع تربيع على معامل تشابه الضلع على آخر تربيع. طيب إذا الضلع ده تربيع، 20 تربيع إلى 5 تربيع، طيب أشوف، طيب 20 تربيع معامل المساحة، ده الضلع بنربعه 20 تربيع، هذا الضلع على آخر بنربعه للمضلع على آخر، مكعب المضلع على آخر نربعه اللي هي 20، تصبح 20 تربيع بتعطينا 425، نضع في أبسط صورة بتعطينا 16 إلى 1، أبسط صورة أنت ممكن عادي عارف ده حاده 0 وده حاده 5، ممكن تقسم هنا على 5 على 5 وتستمر في القسمة إلى تصل إلى أبسط صورة، بحيث أن المعامل المشترك بينهم يكون دائما الواحد، يعني بين 16 و1 المعامل العامل المشترك بينهم كم؟ 1. طيب دي بالنسبة للمساحة. سؤالنا الثاني، المساحة بين حجميهما تساوي، بين حجميهما تساوي، ها أحمد يوسف، أحمد يوسف اللي هي حتكون عندنا الحجم تجعيب، هذه 20 تجعيب إلى 5 تجعيب، ونضعها في أبسط صورة والآلة الحاسبة معك. طيب أخذ لي هاي المعتصم، شوف بالآلة الحاسبة 20 تجعيب إلى 5 تجعيب تساوي كم؟ 20 تجعيب كم؟ اللي هي 20 ضرب 20 أو 20 أسي 3، شوف كم؟ إلى 5 أسي 3، الناتج حيينا هذه 20 ألف تعطينا 8000 إلى 5000 تعطينا 125، نضعها في أبسط صورة اللي هي 24 إلى 5، زي ما قلت لو ما عارف أنت تبسط مباشرة أخذ بالعامل المشترك هنا 0 5، معناه العامل المشترك 5، ابتدي أقسم وبعد ذلك أواصل في القسمة لحد ما أصل إلى أبسط صورة، بحيث أن يكون العامل المشترك بين العددين اللي هما 1. طيب وضحت؟ عبد الملك اقرأ التمرين، تمرين 1 حوط الإجابة الصحيحة، تقوم مريم بمضاعفة أبعاد صندوق لتحصل على صندوق آخر مشابه لصندوقها الصغير، وعليه يكون معامل تشابه حجم الصندوقين يساوي. طيب نحن بنفرض لحجم بعد الصندوق الأول سين، طيب الصغير سين، هو ضاعفته حيكون كم؟ 2 س، إذا بكعب السين بكعب الـ2 س وأضعهم كنسبة وأشوف الإجابة هل هي نصف أم ربع أم ثمن أم 1 على 16، طيب أشوف حلي بعد الصندوق يساوي س، طيب بعد الصندوق الأكبر ده الأصغر س، الأكبر 2 س ما ضاعفته أصبح أكبر، طيب لما أجي للحجم حكعب السين وكعب الـ2 س، ده بالنسبة للحجم، هيكون عندي معامل تشابه الحجوم اللي هي إيه؟ معامل تشابه الأضلاع تجعيب، الضلع الأول الصغير بعد الصغير س، والتجعيب س تجعيب، والثاني الضلع س تجعيب هيكون 2 س تجعيب، فهنا بجي باخذ س تجعيب على 2 بكعيبة هي أول 2 ضرب 2 ضرب 2 تعطينا 8، هنا عندنا س تجعيب، إذا باخد إيه س تجعيب مع س تجعيب والباقي هنا 1، طبعا دي 1 س وما بتكتب، نحنا نضعها 1 هنا ويبقى 1 على 8 اللي هي 8، وأشوف إجابتي الصحيحة. واضح؟ طيب مثال، من يقرأ المثال؟ سيف السعيدي. طيب إذا كان المخروطان المبينان في المخطط المجاور متشابهين، أوجد حجم المخروط الكبير علما بأن حجم المخروط الصغير 40 سنتيمتر تجعيب، 40 سنتيمتر تجعيب، نحن عندنا معامل تشابه الأضلاع تجعيب بيساوي لنا الحجم على الحجم، حجم المخروط على حجم المخروط. طيب إذا أنا أخذت هذا الصغير الضلع تجعيب حيكون لي معامل تشابه الأضلاع 3 تجعيب على 12 تجعيب، طيب أنا المفقود عندي إيه؟
عندي أوجد حجم، معناه حجم المخروط الكبير ما موجود، مفروض له سين، مفروض له إيه؟ سين. بالتالي هنا دي هشوف حل المسألة كيف هنسيبهم. طيب حجم المخروط الكبير فرضنا له سين، أهو ده حجم المخروط الكبير. نجي هنا ننسب معامل تشابه الحجوم، قلنا بساوي معامل الأضلاع تشابه الأضلاع تقعيد بيساوي لنا الحجم على الحجم. طيب الحجم الصغير معامل تشابه الضلع، هذا الضلع ده تقعيب هيكون 3 تقعيب، على الضلع الآخر تقعيب الكبير هيكون لنا 12 تقعيب، يساوي الحجم على الحجم. عندنا حجم الصغير، طبعا بدنا بده لازم إذا بدأت بالصغير على الكبير تجيب الصغير الحجم الصغير على الكبير، والعكس صحيح، يعني ممكن أعمل الكبير على الكبير والكبير على الكبير. إنزين إذا هيكون عندي 3 تقعيب على 12 تقعيب بيساوي 40 على سين. نحتاج نضرب سين بيساوي 40 ضرب 12 تقعيب تقسيم 3 تقعيب، وعندك الآلة الحاسبة شوف الإجابة، نشوف الحل. طيب س عندنا أهو عملنا 12 تقعيب ضرب 40، عندك الحاسبة تقسيم 3 تربيع اللي هي 27، النتيجة بتعطيك 2500 سنتيمتر تقعيب. كل المسائل ما بتكون في هذا الإطار، حاجة مفقودة أنت بتنسب معامل التقعيب على معامل الطول الأضلاع تقعيب على يساوي على مع اللي هي الطول الأول تقعيب على الثاني تقعيب بيساوي الحجم على الحجم، لازم تلاحظ للمساحة ولي معذرة تلاحظ لي الحجوم، الحجوم تقعيب. طيب ها مين يقرأ التمرين ومين يحل يساعدنا في الحل؟ محمد يوسف، أوجد القيمة تمرين 2، أوجد القيمة المجهولة في زوج الأشكال المتشابهة التي أمامك. ها جماعة دائما أنسب الضلع تقعيب على الضلع تقعيب يساوي لي الحجم على الحجم، بدأت بالأصغر على الأكبر هتمشي بالحجم، يعني الضلع التقعيب الأصغر على معامل تشابه الأضلاع، أخذت بالصغير على الكبير كمان المساحة الحجم بتاخد بالصغير على الكبير، عملت العكس عادي كله صح. إذا عندي هنا حكون عندي معامل تشابه الأضلاع تقعيب اللي هو 6 تقعيب على 42 تقعيب. طيب بدأنا بالصغير معناه حيساوي لنا كم؟ 20 على صاد، الضرب التبادلي بحصل على قيمة الصاد اللي هو الحجم الكبير. نشوف أيوه الحجم الكبير للمجسم الكبير معروف صاد، هو أمامنا مكتوب. طيب نجي نشوف معامل الحجم الكبير المجسم الكبير، زي ما قلت معامل هذا تقعيب على معامل هذا تقعيب يساوي لنا 20 على صاد. طيب بالضرب التبادل 20 ضرب 42 تقعيب تقسيم 3 6 تقعيب تعطيك الناتج قيمة الصاد، أهو بالآلة الحاسبة أنت ممكن تتأكد منها ويعطيك النتيجة. طيب عندنا مثال آخر اللي هو مثال 3، من يقرأ مثال 3 يعرب. إذا كان متوازية المستطيلات ألف باء متشابهين، هون دي الألف وهذا باء متشابهين، وكانت المساحة السطحية للمجسم الكبير تساوي 608، أوجد المساحة السطحية للمجسم الصغير، نحن عارفين معامل تشابه الأضلاع تربيع بيساوي لنا المساحة. طيب على المساحة ناخذ طول الضلع تربيع على الآخر تربيع بيساوي لنا مساحة الأول على الثاني، زي ما قلت ممكن آخذ الصغير على الكبير أو الكبير على الصغير وأرسم، بيكون عندنا واحد مفقود هنجيب مساحته، هنجيب المساحة السطحية للصغير اللي هو الصغير المساحة مفقودة. طيب عبد الله ها الحل. طيب عندنا المساحة السطحية للمجسم الصغير اللي هو مفقود فرضنا لها س، طيب نمشي ننسب المساحة السطحية للسطحية بتساوي لنا ها عندنا ايه معامل الصغير 5 تربيع، طالما مساحة على الكبير طوال ننسب الأطوال الأضلاع 5 تربيع على 8 تربيع اللي هي بتساوي لنا ايه س اللي فرضناها، طالما أخذنا الصغير على الصغير ناخذ يعني نسبنا الأضلاع على الضلع على الضلع الصغير على الكبير هناخذ المساحة الصغير على الكبير س على 608 ضرب التبادل، عندك الآلة الحاسبة 5 ضرب 5 تربيع ضرب 608 تقسيم 8 تربيع، بالآلة الحاسبة تأكد من إجابتك تعطيك 237.5. عندنا تمرين آخر اللي هو تمرين 3
فيما يلي جزء من الواجب الخاص بليلى. إذا كان الهرمان ألف وباء متشابهين، أوجد المساحة السطحية للهرم الصغير. المساحة السطحية للهرم كل الأشياء دي موجودة مفقود حاجة واحدة، تنسب الأضلاع الحجوم حجم الضلع تقعيب على الضلع تقعيب يساوي مساحة إذا نسبت الصغير على الكبير حيكون الصغير على الكبير. طيب فبيجي بشوف المساحة السطحية للهرم، هنا ليلى بتقول إيه؟ نحن شفت حل ليلى هل صح على صواب أم إجابتها خاطئة؟ مين يشوف الإجابة ويقول رأيه؟ أحمد حمد، ها شوف ليلى وش قالت. قالت المساحة السطحية للهرم ألف على المساحة السطحية للهرم باء 10 تربيع على 6 تربيع. إيه رأيك في الكلام ده؟ صح ولا خطأ؟ من هنا صح ولا خطأ؟ طيب هنا خطأ من البداية، المفروض تعمل 6 تربيع على 10 تربيع. طيب المساحة السطحية للهرم ألف على 600 قالت بتساوي 100 على 36، ضربت الضرب التبادلي وجاءت المساحة السطحية للهرم ألف 1666 سنتيمتر تقريبا يعني. طيب ما رأيك في إجابة ليلى، صحيح أم خطأ؟ أنتوا رأيكم شنو؟ فسر ذلك. طيب ها هاي عبد الله، خطأ ولا صح؟ خطأ ولا صحيح؟ عبد الله يقول خطأ. مين يعني شوف عبد الله هل هو نفسه صحيح أم خاطئ في الإجابة؟ طيب نحن نتأكد ونشوف ونفسر. ها معامل تشابه الأطوال اللي هو 10 على 6، 10 على 6 نضعها في أبسط صورة اللي هي 5 على كم على 3، ده تشابه الأطوال. نمشي نعملها كمساحة، هو ده عايزين من المساحة، المساحة السطحية هنربع الأطوال، معامل تشابه المساحة هيكون 5 تربيع على 3 تربيع بتعطينا 25 على كم على 9، فبالتالي 25 على 9 بتساوي لنا 600 على كم على س، 600 على س، صحيح ولا ما صحيح؟ شوفي عاملة إيه، عاملة س على 600 بتساوي 100 على 36. إذا نضرب ضرب التبادلي هيكون عندنا 600 ضرب 9 تقسيم 25، إذا قيمة س بتساوي 216. هي قالت كم؟ 1666، في إجابتها خاطئة، وعرفنا كيف التصحيح. طيب سؤال حد ما فاهم حاجة ما واضحة، مسائل بسيطة جدا جدا، يكون دايما إما حجم بجيب معامل الأطوال تقعيب على بيساوي لنا المساحة على المساحة، المحيط الحجم على الحجم، وهناك المعامل تربيع على المعامل تربيع بيساوي لنا معامل التشابه تربيع بيساوي لنا هناك مساحات، حجوم دايما الأطوال تقعيب. وضحت النتيجة أمامك مكتوبة، ممكن ترجع لها، ممكن تشوف إيش الحجم يساوي. طيب حتى الأخطار، حتى الأخطار ممكن نحنا لو أعطونا أي شكل بالأخطار بنجيب قطر على قطر ونشوف النسبة، يعني ما نتوقف فقط على الطول، ممكن يكون طول عرض ارتفاع كله موجود، والمساحة والحجم. حد ما فاهم؟ طيب إن شاء الله بقية درسنا حيكون أونلاين يوم الخميس بإذنه تعالى، فنكون محضرين الدرس تبع الدرس ده نفسه. ده كل ليه؟ عشان أنت تكون مراجع ومركز، يعني حصة درس يتقسم إلى قسمين، نصف درسناه اليوم كفيديو رفعته إن شاء الله حارفعه، نصف الثاني حيكون أونلاين بمشاركتكم معي، فنفس الكلام ما في أي تغيير، بس عشان ترسخ القاعدة أكثر. والله ولي التوفيق، وأشكركم على حسن المتابعة. وقبل ما أختم، الواجب المنزلي كتاب النشاط تمارين 1 صفحة 56 فقط رقم 1، شوف فيها اللي بجيب وحلها، ويعني أنا زي ما قلت المعتصم وأحمد هما الاثنين، أحمد حمد والمعتصم الاثنين الوحيدين اللي بيرسلوا لي أجوبة وحل التمارين اللي عندهم، فأنتوا المسؤولين، أي واحد يقصر في واجبه هو بعدين يتحمل النتيجة حقته وحقت الدرجات اللي هي 20 درجة لحد ما نرفع واجبات على المنصة، هذيك بتكون واجبات أخرى يعني معروفة بدرجاتها كم.
طيب، وربنا يوفقهم إن شاء الله.